السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أهلا وسهلا بكم في فيديو اليوم. إن شاء الله نوضح لحضراتكم طريقة رسم الطرق المنحنية بالطريقة اللي انتم شايفينها دي من خلال بعض الإضافات الخارجية زائد بعض إضافات أو أدوات الرسم الموجودة داخل البرنامج. الإضافات الخارجية بتكون أسفل الفيديو للي حابب إنه يحملها. بعد ما بتحملها بتضغط هنا على ويندو ثم إكستنشن مانجر، بتفتح ليك القائمة الخاصة بالإضافات، بتضغط هنا على انستول إكستنشن، بيبتدي يفتح لك الكمبيوتر، بتشوف المكان اللي انت مخزن فيه الاضافات، بتحدد الاضافة الاولى ثم اومن، ثم بعد كده بتتثبت عندك هنا، ثم ترجع تعيد العملية تاني لكل اضافة على حدة. بعد ما بتنتهي من الاضافات الخاصة اللي هتكون موجودة اسفل الفيديو، بتبتدي انك انت خلاص تتأكد انها كلها مفعلة enable بالطريقة دي كده، ثم بعد كده بتقفل قائمة الاكستنشن الخاصة بالاضافات. بعد كده بنتعرف على الاضافات اللي احنا اضفناها دي وازاي ان احنا بنستخدمها في عملية رسم الطرق المنحنية بتاعتنا. الاضافة رقم واحد اللي احنا بنحملها بتكون الاضافة دي اسمها بازير تول بار. بنبتدي ان احنا عشان ان احنا نشرع في عملية رسم الطرق المنحنية لازم ان احنا نرسم قط منحني او خط بيكون له كيرف. بنختار من هنا الاداة دي اللي هي الكوباج بازير كيرف، بنرجعها مكانها كده بالطريقة دي على أساس نطبق لحضراتكم. بنختار الأداة دي، ثم طريقة عمل الأداة دي إنك أنت بتحدد النقطة الأولى ثم النقطة الثانية النقطة الثالثة على حسب التصميم بتاعك وعلى حسب وضع الطريق. يستحسن إن أنت تخلي النقطة الأخيرة موازية لمحور الواي كده على أساس يعني ما يصادفكش أي مشاكل في التصميم. خلاص دي النقطة الأخيرة، بتضغط كليك ثم دبل كليك على أساس إن أنت تنهي الأمر. لو أنت شايف إن الطريق كده مناسب خلاص، لو أنت حابب إن أنت تعمل فيه بعض التعديل من خلال إن أنت بتمسك الطريق كده من عند المنحنيات بتاعته وبتسحبه على أساس إن أنت تعمل له عملية ملائمة للشكل اللي أنت محتاجه، خلاص كده أنت انتهيت منه. بتضغط كليك يمين في أي مكان كده او كليك بالماوس في اي مكان، ثم كليك تاني على اساس تلغي التحديد. الخط اللي موجود ده هو خط المنتصف بتاع الطريق بتاعنا، ونحن دلوقتي هنبدا ان احنا نرسم لاين من المنتصف من هنا كده او من سنتر الخط المنتصف اللي هو من الاند بوينت من هنا، ثم بنبتدي ان احنا نرسم او نقسم الطريق بتاعنا على جزئين. لو انت مثلا الطريق بتاعك مثلا 12 متر 10 متر 20 متر ايا كان، اللاين الاولاني بيكون بمنتصف المسافه. يعني مثلا الطريق 12 متر يبقى 6 متر انتر كده، انا ده منتصف الطريق بتاعي سيليكشن، وبحدد الخط الاولاني ده وبعمل موف ثم كنترول على اساس اخد كوبي من منتصف الطريق او من الخط اللي انا رسمته ده من النقطه دي، ثم اعمل له عملية وضع هنا كده في منتصف الطريق بتاعي. خلاص بعد كده بضغط هنا سيليكشن والغي التحديد، وبنروح للاضافة التانية المستخدمة في عملية الرسم بتاعنا اللي هي الكيرف لوفت، على اساس من خلالها ان احنا بنعمل عملية تقاطعات وخطوط موازية او محاور او الحواف الخاصة بالطريق بتاعنا. تمام، بنضغط هنا على الاداة دي ثم بنحدد خط المنتصف، بعد كده بنضغط على علامة صح، بعد كده بنضغط نو هنا بنرفض الرسالة دي، وبنحدد النقطة الثانية ثم بنحدد النقطة الثالثة، ثم بضغط على علامة صح هنا. بالطريقة دي بيبتدي ان هو يعمل لي عملية تشكيل للطريق بتاعي بالشكل ده. خلاص اقدر ان انا لو معتمد الطريق بتاعي كده بالشكل ده خلاص تمام. انت مش معتمده، بتبتدي ان انت عندك هنا بعض الادوات تقدر ان انت من خلالها تعمل عملية تعديل بسيط في المنحنيات بتاع الطريق بتاعك. من خلال مثلا من هنا تقدر انت بالشكل ده كده، او انك انت تخليه ستريت تخليه مستقيم، او من خلال الازرار اللي موجودة دي تقدر انت تتحكم في المنحنيات تعمل له يعني تعديل بسيط كده خلاص. او من انت من البداية بتكون رسمه بالشكل المناسب للتصميم بتاعك خلاص كده. بالطريقة دي خلاص انا مثلا بعتمد الطريق بتاعي بالطريقة دي كده، ببتدي ان انا قبل ما بغادر الاضافة دي اللي هي الكيرف لوفت، ببتدي ان انا اروح هنا للجيمتري على اساس ان انا اعمل ارسم شبكة خطوط علوية للطريق بتاعي تمهيدا للاضافات اللي بعد كده. بنختار من هنا كده الجنريتور دي على اساس او بمجرد ما بنضغط عليها بيعمل لك خطوط كده تقاطعية مع المنتصف. بعد كده بنبتدي ان احنا خلاص نضغط هنا على علامة صح، ثم كليك في اي مكان في منتصف البلان بتاعنا. بعد كده بحدد خط المنتصف ده وبضغط كليك يمين وبضغط هنا على اريس على اساس ان انا بمسح خط المنتصف. بعد كده بضغط دبل كليك في التصميم بتاعنا كده او في الطريق بتاعنا على اساس ان انا احدده، دبل كليك عليه
دبل كليك عليه بالشكل ده على اساس ان انا بحدد الطريق بتاعي. بعد كده بروح اختار هنا الاضافه رقم 3 اللي معانا اللي هي الكواد فيس تولز، ودي بنختار منها الاداه دي اللي هي الانسموز كوادز على اساس ان احنا بنعمل تقاطعات رباعيه او خطوط رباعيه شبكه رباعيه على التصميم بتاعنا زي ما قلنا تمهيدا للاضافات اللي بعد كده بضغط عليها بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين بيبتدي ان هو يضيف لي بعض الخطوط الـ يعني بحيث ان هو يقسم لي الطريق بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بعد كده بضغط كليك يمين على الطريق بتاعنا مباشرة على طول بعد ما بضغط هنا على الانسموز، وبيبتدي ان هو يحدد لي الخطوط الرباعية كده على طول. بضغط كليك يمين وبختار الالجن اند بوينت على اساس ان انا بعمل محاذاة للطريق بتاعي لاقرب نقطة موجود، وببتدي اختار الخيار الاخير ده. طبعا الجن اند بوينت دي الاضافة الرابعة اللي هتكون ان شاء الله موجودة برضو مع الاضافات على اساس ان انت بتعمل عملية تطبيع للطريق بتاعك على السطح، على سطح البلان، او لو انت بترسم الطريق على تضاريس مثلا بتعمل له عملية تطبيع على التضاريس بتاعتك دي. فخلاص بنختار الخيار الاخير ده على اساس ان هو يعمل لي عملية تطبيع بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده. خلاص الطريق دلوقتي يعتبر اصبح جاهز لعملية الاستكمال بعد الخطوات التالية. بعد ما عملنا عملية تطبيع للطريق بتاعنا على سطح البلان بتاعنا كليك يمين او بتلغي التحديد في اي مكان في البلان بتاعك، ثم كليك يمين على الطريق بتاعك ثم اكسبلود على اساس ان هو يعمل له عملية او يكون جاهز لعملية التعديل عليه، ثم دبل كليك على اساس ان انا اكون متأكد ان كامل الطريق متحدد بالشكل اللي انتم شايفينه ده وجميع وكل خطوطه وكل الشبكه العلويه اللي موجوده عليه. بعد كده بروح للوير هاوس لل 3 دي وير هاوس وبحمل اي ماتيريال خاص بالطرق من ال 3 دي وير هاوس، او انك انت بتحمله بشكل خارجي من على الانترنت عادي، او انك انت تستخدم الماتيريال الخاص باللاندسكيب اللي موجود داخل البرنامج. المهم ان انت زي ما قلنا بتبتدي تحدد الشكل بتاعك بعد ما بتعمل له عمليه اكسبلود، بتكون محمل بشكل مسبق الماتيريال بتاعك، بتضغط هنا على الباكج بوينت، ثم بعد كده بتضغط هنا على القطاره اللي موجوده دي على اساس انك انت تضيف الماتيريال اللي موجود في الطريق ده داخل الباكج بوينت او الماتيريال الخاص بالبرنامج بالشكل اللي انتم شايفينه ده. تضغط هنا على علامه القطاره ثم بتروح تضغط هنا على الماتيريال ده. خلاص كده اصبح الماتيريال متفاعل معاك. قبل ما بتضيفه بتروح للاضافه رقم 5 اللي هي الفريدو تولز دي على اساس ان انت بتختار منها اخر خيار ده اللي هو ال 3 بوينت على اساس ان احنا نضيف الماتيريال ونعمل له عمليه ملائمه للطريق بتاعنا بالشكل اللي احنا هنوريه لحضراتكم دلوقتي. بتختار الجزء ده او اول جزء في الطريق بتاعك وبتضغط كده كليك، بيبتدي ان هو يضيف لك الماتيريال على الطريق بالشكل اللي انت شايفه ده. تبتدي ان انت تعمل له عمليه تنسيق او ملائمه داخل الطريق بتاعك. خلاص بنضغط كده كليك في اي مكان بيبتدي ان هو يفتح لنا الزاويه دي او الاتجاهات دي على اساس ان احنا نقدر ان احنا نعمل عملية تعديل للماتيريال بتاعنا داخل التصميم. من خلال علامة الاتجاهات اللي موجودة دي تقدر انت تضغط عليها وتتحرك بالشكل ده كده، فتقدر انك انت تحرك الماتيريال بتاعك للشكل للمكان اللي انت عايزه، او من خلال مثلا الاتجاه ده كده احنا كده بالشكل ده كده، او من خلال الزاوية التانية دي انك انت تعمل استطالة للخطوط او تقصير، يعني تكون الخطوط متكررة بشكل كتير يعني، او تكون تقدر ان انت تقلل فيها بالشكل اللي انت شايفه ده. خلاص بالنسبة لي مثلا بعتمد دي، ثم بعد كده بعمل عملية زوم مثلا او عملية تنسيق للشكل بتاعي، ثم بعد كده بعمل له عملية نقل كده على اساس ان انا اعمل له، يعني لو لاحظنا هنا في الماتيريال اللي احنا حملناه بيكون في عندك الخطين الصفر دول في اول الطريق، ثم الخط المنتصف اللي هو الاصفر ده، ثم الخطين البيض، فبنحاول ان احنا نقرب الشكل الى الشكل اللي احنا محملينه. خلاص ببتدي من هنا كده زي ما قلنا عندك الاتجاهات دي كلها تقدر انك انت تغير في الشكل بتاعك، ان انت من خلال السكيلنج دي انك انت تعمل امتداد لكامل الخطوط كده ان هي تكون خطوط طوليه يعني بالشكل ده كده، او انك انت تكون متعدده بالشكل ده، او انك انت مثلا من خلال الاتجاه ده انك انت تعمل زوم كده او تقريب، او انك انت مثلا يعني بحيث انك انت تعمل ملائمه للطريق بتاعك للشكل المناسب للتصميم او الشكل اللي يريحك يعني. عندك دي تقدر انك انت لو ضغطت على 90 يعني بلس 90 درجه دي يخلي لك الاتجاهات او الخطوط بشكل عرضي كده، او مثلا يعني انا بفضلها تكون بالطول كده بتكون افضل. خلاص تقدر بعد كده ان انت تعمل لها عملية تنسيق او بالشكل اللي انت شايفه ده كده. خلاص بعد ما بتنتهي
ماشي تمام بالشكل ده كده. بعد ما بنتهي خلاص كده تمام، بحد كم كده الشكل مناسب، بضغط كليك ثم اكزايت ثم سيلكشن تمام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. ببتدي ان انا بعد كده احدد الطريق بتاعي، اقفل بقى الباكج بوينت دي، وبروح هنا للاضافه رقم 6 اللي هي الجي اتش اس باور باور بار دي، وبختار منها الاضافه دي اللي هي الاي ام اس سموز ران، على اساس ان انا ببتدي امسح بقى كل الخطوط دي، ويكون الخط اللي الطريق بتاعي يعني سولد جاهز ليه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، مفيش فيه اي تقاطعات وجاهز للاستخدام. يعني خلاص كده انا انتهيت منه، او شايف ان هو خلاص مناسب كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بنبتدي ان احنا نروح للخطوه اللي بعد كده، وهي عمل سمك للطريق بتاعنا من خلال الاضافه دي اللي هي الفريدو 6 جوينت بوش بول. بنختار منها الاداه دي اللي هي باللون الازرق، الجوينت بوش بول اللي باللون الازرق، بضغط عليها كليك كده، بمجرد ما بتتفتح عندي بيكون بيظهر لي الشريط ده، بختار منه او الخيارين المهمين عندنا هنا في الاداه دي اللي هو البوردس، وان انت تقدر تختار منها شكل الحواف بتاعه الطريق بتاعك، اما كونتر او جريد او نان، يعني يكون ايه ملهوش اي حواف. والموديل من هنا انك انت تقدر تتحكم في الزاويه بتاعه الطريق بتاعك، اما ان هي تكون للداخل او للخارج، يعني زي ما هنطبق لحضراتكم دلوقتي. خلاص كده انا حددت كونتر والزاويه بتاعتي 35، بروح هنا لمنتصف الطريق واعمل له عمليه سحب زي ما انتم شايفين كده. ببتدي اسحب مثلا على سبيل المثال بالشكل اللي انتم شايفينه ده، مثلا اي قيمه انت بتدخلها 50 سنتي زي ما انت عايز بعد كده، او انك انت يعني لو بصينا تحت كده في الاوفست تحت موجود هنلاقيه 60 سنتي 50، ممكن اخليها بالشكل ده ثم كليك، وببتدي اطبق الشكل بتاعي زي ما انتم شايفين كده. خلاص خلاص ببتدي ان انا اضغط هنا على سيلكت انهي الامر زي ما انتم شايفين كده. ده دلوقتي احنا عملنا تصميم للطريق بتاعنا بالشكل اللي انتم شايفينه ده، ثم وضعنا له او عملنا له سمك زائد شنفر للحواف بتاعته، او بشكل كونتر ان هو يكون بشكل مايل بالشكل اللي انتم شايفينه ده. تمام كده شباب، زي ما انتم شايفين الى حد ما تم الانتهاء من الطريق بتاعنا. لو احنا حابين ان احنا نضيف اي ماتيريال للحواف بتاع الطريق بتاعنا، بنبتدي ان احنا نحدد الطريق بتاعنا بالطريقه دي كده كله، ثم كليك يمين عليه وبعمل له اكسبلود. بعد كده بفتح الباكج بوينت وبختار اي ماتيريال اقدر اضيفه للحواف يكون متناسق مع باقي الشكل. لو انت حابب تضيف ماتيريال لازم طبعا تعمل له عمليه فك من هم، يكون مش بلوك واحد يكون اكسبلود. لو انت حابب تسيبه بالطريقه دي تقدر انك انت تسيبه. بالنسبه لي مثلا بختار اي ماتيريال كده اضيفه للحواف الجانبيه بتاعه الطريق بتاعي. نبتدي ان احنا ندخل على الخطوه اللي بعد كده اختصارا للوقت، في ان احنا بنعمل السياج الخاص بالطريق بتاعنا كده زي ما انتم شايفين. لو انت حابب انك انت تعمل له سياج من خلال ان احنا بنخلي خطوط الحواف اللي انتم شايفينها دي اللي على الجانبين في جروب واحد، بضغط كده على بدايه الخط من هنا كده، ثم بضغط هنا على الاداه دي اللي هي السيلكت لوب، ببتدي ان انا احدد الشكل بتاعي كده بالشكل دي بالشكل ده، ثم بعد كده بروح هنا على الاداه دي السوبر ويلد دي، بضغط عليها وببتدي اروح احدد الشكل بتاعي، بيبتدي يخلي لي الخط خط الحافه كله في جروب واحد. بنفس الكيفيه ببتدي ان انا اروح اعمل الخط الحافه الثاني، بضغط عليه كده على اول بدايه الخط ثم الاداه دي تمام. بعد كده بروح اضغط على الاداه دي اللي هي السوبر ويلد دي، وببتدي اضغط على الحافه دي ثاني تمام كده، ببتدي الاقي ان الخطين اصبحوا في جروب واحد، كل خط على حده. برسم قايم كده بالطريقه دي 20 في 20 سنتي، وبعمل له بوش بارتفاع وليكن مثلا متر ونص اي ارتفاع، ثم ان انا بعد كده ببتدي ان انا احدده بالكامل، وبعد كده كليك يمين عليه وبختار ميك كوم بوينت، بعد كده بضغط كرييت وببتدي ان انا احدده واعمل له عمليه نقل موف الى اعلى الطريق بتاعنا كده، ثم بعد كده ببتدي الغي التحديد، ثم بروح هنا على الاداه دي اللي هي الكوبي الجن باتش، وبضغط عليها وبحدد الخط الاول ده كده يا شباب زي ما انتم شايفين، وبروح اضغط على القايم بتاعي بيبتدي ان هو يعمل لي عمليه نقل او كوبي من الشكل بتاعي بمناسيب وبابعاد مناسبه زي ما انتم شايفين كده على حواف الطريق. ببتدي ان انا اروح بنفس الكيفيه على الجانب المقابل بنفس الكيفيه، وبختار الاداه دي اللي هي الكوبي الجن باتش، بضغط عليها بحدد الخط ده كده، ثم بضغط على القايم بيبتدي ان هو يعمل لي اشكال متعدده من القوايم بتاعتنا تمام. ببتدي بعد كده ان انا ارسم شكل الالواح الخاصه بالسياج بتاعنا من خلال ان انا بروح برسم ريكت انجل على حافه الطريق كده بالطريقه دي، ممكن يكون مثلا بالشكل ده اي تخانه يعني او اي سمك انت محتاجه،
خلاص تمام، ممكن يكون مثلا انا نعتمد الشكل ده كده. بعد كده ببتدي ان انا اضغط عليه دبل كليك احدده، ثم بعمل له موف للخارج تمام على حافة القايم كده الاولاني تمام كده، باي في اي ارتفاع في المنتصف فوق زي ما تحب. كذلك الحال بعد كده بضغط على موف ثم كنترول وباخد منه نسخة كوبي، وببتدي ان انا انقلها الى الجهة المقابلة تمام بالطريقة دي كده بنفس الارتفاع او في نفس المنسوب. ثم بعد كده ببتدي ان انا احدد حافة الطريق بتاعي، يعني اضغط على الخط ده تمام. ولذلك احنا لازم على اساس ان احنا نعمل الاشكال دي الخطوات اللي جاية دي في عملية رسم السياج او تصميم السياج، لازم يكون خطوط الحواف في جروب واحد او في بلوك واحد. من خلال الخطوات اللي احنا عملناها بنحدد بداية الخط، ثم بنختار الاداة دي اللي هي السيلكت لوب، ثم بعد كده بنتقل مباشرة على الاداة دي اللي هي السوبر ويلد دي، بعد بضغط عليها وبروح اضغط على الخط. كذلك الحال في الخط المقابل، وزي ما قلنا بنرسم قايم وبننقله بالشكل اللي احنا نقلناه كده، بنعمله في جروب ثم بعد كده بننقله على الطريق بتاعنا. ثم بعد كده بنختار الاداة دي اللي هي الكوبي اليجن بادج وبضغط عليها، وبروح احدد الخط بتاع الحافة وبروح اضغط عليها تاني، بياخد نسخة منها متعددة بالشكل او بالاشكال اللي انتم شفتوها دي. بعد كده بنرسم اللوح اللي هو الخاص بالسياج بتاعنا ده، بنبتدي نرسم ريكت انجل ثم بنحدده دبل كليك ونسحبه للخارج، بعد كده نحدده تاني كليك يمين عليه وبختار او بخليه بختار الامر ده اللي هو الريفريز فيس، بضغط عليه خلاص كمان كده بالطريقة دي. كذلك الحال بروح احدد الجزء التاني دبل كليك عليه ثم بختار الريفريز فيس، بعد كده بروح احدد الحافة بتاعتي، ثم بعد كده تولز وبختار فولو مي وبروح اضغط على السياج بتاعي، بيبتدي ان هو يعمل له امتداد بالشكل ده. كذلك الحال هنا ان انا كليك بكنسل دي سيلكت وبحدد الحافة، ثم بعد كده تولز فولو مي وبحدد السياج بتاعي تمام، او بضغط عليه كده بالطريقة دي، بيكون بالشكل اللي انتوا شايفينه كده شباب، يعني بيكمل السياج بتاعي بالتنسيق وبالشكل اللي انتم شايفينه ده بسهولة، ويوصل فيه عملية التصميم تمام. دي كانت قطعة كده بسيطة من الطريق، تقدر ان انت بعد كده تعمل بقى الطريق اللي انت محتاجه، او كانت نظرة سريعة على موضوع رسم الطريق المنحني. بأي ابعاد بقى انت محتاجها، انت دلوقتي عرفت فكرة الادوات والاضافات بتستخدم ازاي. ان شاء الله تكون في صندوق الوصف، اللي حابب ان شاء الله يطبق الموضوع ده يقدر ان هو يحملها. طبعا بالنسبه لي انا مسجل على البرنامج بالايميل بتاعي، لان كان في بعض الاخوه بيشتكي من عمليه صعوبه في تثبيت الاضافات، ربما يكون بسبب ان هو مش مسجل في البرنامج ده. اصدار 2021، والاضافات دي المفروض ان هي وانا بحملها ان هي بتشتغل على اي اصدار بدايه من 2016 لحد 2021، لكن الاضافات دي بتحتاج ان هي ربما يكون تحتاج تسجيل دخول على البرنامج بالايميل بتاعك. فلو الاضافات يعني تعبتك في التثبيت، يبقى انت جرب عملية انك انت تسجل دخول على البرنامج بالايميل بتاعك، او تتأكد انك انت تكون مسجل عليه، لان انا عملت الاضافات بالشكل اللي انا قلت لكم عليه، ما سببتليش او ما كانش فيه اي مشاكل. ويندوز ثم اكستنشن مانجر، وببتدي اختار هنا انستول اكستنشن وبضغط عليها وبحدد مكان الاضافات بتاعي مثلا فين في الديسك توب، ثم او اي مكان انا مخزنها فيه، وبحددها اضافه اضافه ثم اوبن، بتنضاف وبتتثبت لوحدها، ما عنديش اي مشاكل خالص تمام. كذلك الحال الاكستنشن مانجر انا مسجل عليها برضو بالايميل بتاعي، فربما تكون بتحتاج تسجيل دخول. خلاص بعد كده بنقفل، وده كان نظره سريعه على كيفيه رسم الطرق المنحنيه في برنامج سكتش اب بالسهوله اللي انتم شفتوها دي. ان شاء الله في الدروس القادمة هنوضح لحضراتكم طريقة رسم الطرق المنحنية والمستقيمة على تضاريس بأشكال مختلفة من خلال نفس الاضافات اللي احنا وضحناها لحضراتكم دي. وان شاء الله لو افدناكم او استفدتم من الشرح بتاعنا، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.